بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم شويه بخصوص اخبار النادي الاهلي. النهارده كان في تدريب الساعه 10 الصبح بعد الانتهاء من مباراه الامس، ومران كان مهم في اطار الاستعداد لمباراه فريق سنوديب بطل النيجر في ذهاب دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي هتتلعب يوم الاربع اللي جاي باذن الله تعالى هناك في النيجر. النهارده الاهلي اجرى مسحه طبيه عشان يطمن على حاله لاعبيه ويطمن على عدم تعرضهم لفيروس كورونا قبل السفر، والمسحه دي بالمناسبه هي اللي هتحدد مصير مستر بيتسو موسيماني، هل هيقدر يلحق السفر مع البعثه بكره. هم بالمناسبه بكره هيسافروا الساعه 2 الظهر تحديدا على متن طائره خاصه، وفي الحقيقه قرار اكثر من رائع من قبل اداره النادي الاهلي توفير طائره خاصه. ليه بقى؟ انت مسافر بدل ما تنزل ترانزيت، ترانزيت بيبقى زحمه وفي موضوع كورونا، وبعد كده تروح الدوله اللي هتلعب فيها وترجع على ترانزيت تاني، وعشان ترجع على مصر ترانزيت بيبقى في اثيوبيا دايما في الغالب، فهيبقى اجهاد كبير وبتعرض لعيبتك لنسب اعلى من التعرض للاصابه لا قدر الله بفيروس كورونا. فبالتالي في نفس الوقت انت بعد المباراه دي عندك مين؟ عندك مباراه كبيره قوي مع احد اكبر الفرق في افريقيا، هو نادي الزمالك وله كل التقدير والاحترام، فانت لازم تكون مستعد ومهيئ نفسك بالشكل الانسب. فبالتالي كان قرار مميز جدا قرار الطائره الخاصه. فان شاء الله باذن الله المسحه نتيجتها هتطلع خلال ساعات سواء النهارده او بكره الصبح بالكثير، وبناء عليها يتم تحديد مين اللي مسافر باذن الله. ان شاء الله كله يبقى سليم بما فيهم كمان مستر موسيماني، حالته بالمناسبه اتحسنت وان شاء الله ممكن تطلع النتيجه سلبيه عشان يكون مع الفرقه. كمان النهارده قبل التدريب كيفن جونسون المدرب المساعد او المدرب العام لمستر بيتسو موسيماني عقد محاضره مع اللاعبين قبل المران اللي كان 10 الصبح، واتكلم معاهم فيه على بعض الايجابيات والسلبيات الخاصه بمباراه الامس، واتكلم كمان معاهم على المرحله المقبله. وده دايما بيبقى كلام مهم ان انت تبقى ماشي دايما على الخط مع اللعيبه اول باول وتقول لهم بعض تعليماتك، وسواء تعليمات خاصه بجوانب سلبيه او جوانب ايجابيه. انا شايف في الحقيقه او ناس كتير شايفه ان امبارح كانت الايجابيات اكتر بكتير بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي المجموعه اللي لعبت زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه دي تدريبات النهارده الصبح للفريق، المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي دول عملوا تدريبات استشفائيه عشان يتخلصوا من الاجهاد خصوصا في ظل توالي وتعاقب المباريات خلال الفتره الحاليه. في المقابل اللعيبه اللي ما لعبتش بشكل اساسي كان ليهم بعض التدريبات البدنيه القويه عشان يكونوا مستعدين ومتاحين للجهاز الفني في انسب صوره خلال الفتره اللي جايه. عايز اطمن حضراتكم على الاصابات وعمرو السولية. عمرو السولية امبارح كان المفروض ان هو في التشكيل الاساسي، لكن هو اشتكى من بعض الالام في قدم، والالام دي او هو كان تعرض بالظبط لكدمه يوم الاربعاء اللي فات في التمرين، فكانت الامور بالنسبه له بسيطه عاديه. لما نزل الاحماء امبارح حس ان في الام تاني، فقال ايه بلاش يبقى موجود احسن، او الجهاز الفني يعني فضل ان هو ما يبقاش موجود في المباراه دي احسن عشان يكون لائق ومتاح لما هو قادم من مباريات هامه بالنسبه للفريق. الامور بالنسبه له مستقره، النهارده كان في فحص طبي للسولية، ان شاء الله باذن الله يقدر يشارك في الفتره اللي جايه مع الفريق سواء في التدريبات او في المباريات. كتير سال على موقف طاهر محمد طاهر، واحنا كنا فوجئنا امبارح ان هو مش متواجد لا في التشكيل الاساسي ولا في التشكيل الاحتياطي. فبالتالي موقف طاهر ايه؟ طاهر ما عندوش اي نوع من انواع الاصابه العضليه او اي حاجه بتتعلق بالاربطه ولا حاجه، لاعب يعني بدنيا لائق جدا. لكن النقطه عند طاهر ايه؟ ان هو لما اتطعم قبل السفريات دايما بتاعه افريقيا بيبقى في تطعيم كده، انت اول مره بتتطعم التطعيم ده لازم بيجي لك سخونيه ونزله برد خفيفه كده وارتفاع في درجات الحراره. فبالتالي بسبب كده ما لعبش طاهر، لكن حالته بقت كويسه وشارك النهارده في التدريبات بشكل طبيعي. سريعا خلينا اطمن حضراتكم على مروان محسن وندفيد، بيواصلوا التدريبات التاهيليه والامور بالنسبه لهم ماشيه بشكل كويس، والنهارده كمان على هامش المران كان في احتفال بمناسبه عيد ميلاد محمد الشناوي نجم حراسه مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، كان عيد ميلاده امبارح، فاللعيبه يعني احتفلوا بيه في غرف خلع الملابس والجهاز الفني. كل سنه وانت طيب يا شناوي، دايما متالق وباذن الله باذن الله كل فريق النادي الاهلي متالق خلال الفتره اللي جايه.